السلام عليكم يا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم حبيباتي. اليوم كنشارك معكم واحد الطويجين بالخضر. عندي هنايا البطاطا قطعتها دويورات، عندي هنا القوق نقيتو حكيت له الليمون باش ما يكحلش، عندي هنا الفول، وعندي هنا جلبانه، عندي هنا مطيشه مدوره، عندي بصله مدوره، عندي قزبر معدنوس، عندي شويه الزيت باش نخلط الشرموله، عندي هنايا شويه سكنجبير، شويه الحمراء، شويه ديال الزعفران، شويه ديال الخرقوم البلدي، شويه الكمون، شويه السودانيه، شويه ديال الثومه غبره، شويه ديال بزار، شويه المليحه. ودرت هنا الزيت اللي غادي نقليه باش نسيب فيه البن، وعنسيب البصله، وعاد نعمل هاد الخضر. دابا انا غنشرمله ونوريكم كيفاش. دابا غادي ندير الشيه ديال هذا القزبر المعدنوس، وهذا نخليوه حتى نحط فوق منه، ندير التوابل، ندير الزبده البلديه، ندير شويه ديال الماء. شقتني درت المهم نص كاس ديال الماء. دابا ندير له هكا، نزيد شويه الماء، دابا غنشرمل شويه البصله، دابا هنا شرملت شويه البصيله، غنشرمل البطاطا وغنعمل طبقه بطبقه، من بعد نوريكم كيفاش كيجي ها نتوما البنات. ها الطاجين ديالنا كيفاش كملته بالتستيف، ودابا غادي نغطيه ونخليه يطيب على خاطرو، ومن بعد نوريكم كيفاش في التقديم كيفاش كيجي. تبارك الله عليكم، واللي عجبو الطاجين يدير جيم، وانا دائما بالجديد معكم. بصحتكم البنات، باي باي.